يقول نصيحة للآباء الذين لا يحترمون أبناءهم ويحتقرونهم. الأب غير مطالب أن يحترم أبنائه، الأبناء هم المطالبون، الأولاد بشكل عام أبناء أو بنات هم المطالبون باحترام الآباء. الأب مأمور بالإحسان، بحسن التربية، بالتعليم وما شابه ذلك من الأمور، لكن لا يحترم أولاده، أولاده هم يحترمونه. فأما قوله يحتقرونهم لا يجوز، لا يجوز، إن هذا يؤثر في شخصيتي والله المستعان.